صباح الخير متابع الكرام. يا رب يا رب توفيقك يا كريم. هذه بصيلات الزعفران الدقة به عالية لأبعد الحدود، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، صافية ما به أي تغير بالحجم، كبيرة صغيرة كلها واحد، وهي مقاس واحد كلها تجي، يسمونها هي 9 10. ما شاء الله ما شاء الله. القطر طبعا الله يطرح البركة. أحط لكم الحين الموقع، واللي يطلب يطلب على طول. باقي طبعا على زراعته 10 أيام، ولكن بعد 10 أيام ما يعني 15 يوم، يا ما عاد ننهي هذا ونجيب طلبية ثانية أو نوقف على هذه إلى 1/11. طبعا آخر زراعته 1/11 تقريبا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير متابعينا الكرام. هذه على الهواء مباشرة، نبي نزين الزعفران ونبي نزرعه ونوريكم إياه إن شاء الله تعالى بإذن الله. الحين نعبي هذول بتمس، سواء بتمس ولا تراب ولا طين اللي تبي، كل ما تكون التربة خفيفة كل ما يكون أفضل بالنسبة للزراعة. دائما التربة الخفيفة أجود وأفضل، ولا يبي لا كيماوي ولا يبي أي شيء، بس عبيناهن تراب. حنا نكون مخيرين بحاجتين، إذا جلسنا البصلة مباشرة كذا معناته إنه نبي ناخذ زهرة بدون نمو خضري. كل ما تظهر البصلة ناخذ زهرة بدون نمو خضري على هالطريقة. بس ها بس شوفوا شلون تكون ظاهرها أكثر البصلة. شفتوا الآن إذا خليناها البصيلة ظاهرة فما يحتاج، بيطلع زهرة بدون نمو خضري. النمو الخضري يتأخر جدا، وإذا سوينا طبعا بنسوي نص صهن البصيلة تكون ظاهرة بهالطريقة، ونبي نسوي النصف الآخر نبي ندفنه كامل البصيلة، ونبي نوريكم إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، ونشوف عاد وش الفرق معنا. الآن هذوليهن، هذا دفناهن، ولا أحد يقول لازم بتمس ولا أي تربة تمشي، البتمس أفضل وأي تربة، ولا يبي سماد ولا يبي شيء. الآن عبينا 4 كذا و4 كذا، لازم نلعب على البصيلة، نقول لهن جاء وقت زراعة. وشلون؟ أول خطوة اللي ياخذ البصيلات افضل شيء يدخلها الثلاجه لمده 5 ايام من درجه حراره يعني 4 إلى 10 إلى 15. بعدين ثاني خطوه يطلعها لمده 5 ايام اسبوع، ثاني خطوه يسوي الطريقه هذه يطلعها للاضاءه باليوم، ما تزود للاضاءه باليوم 8 ساعات، كاعلى حد 10 ساعات. بعد 4 أيام 5 أيام تقصر المدة 8 ساعات، علشان هي تفكر انه قصر النهار وطال الليل اللي هو وقت انتاج الزعفران. الان احنا بنخليها من 10 إلى 8 ساعات بالشمس، والباقي بنخليها ندخلها بالظلام بالغرفة، علشان الظلام يكون عندها اكثر من 14 ساعة، ونبي نوريكم ان شاء الله تعالى. واي واحد يمشي على الطريقة اللي أنا قلت له، وأي واحد يأخذ ويسوي بنفس الطريقة اللي أنا سويت به ولا ينبت عنده يجي يأخذ بدالهن. أي واحد يسوي نفس الطريقة ما يحطها تحت الشمس مباشرة بهالوقت، لا يحطها مكان بظل لأنه الجو ما زال، لكن بعد 15/9 أو 1/10 تحطها بالشمس المباشرة وما في أي إشكالية. وفق الله الجميع.